السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بكل خير وصحة وعافية متابعينا الكرام. يتجدد اللقاء معاكم في برنامج الصباح رباح، نقدم لكم خلال ساعة صباحية مواضيع وفقرات منوعة، خلينا نشوف معاكم البعض منها. متاحف قطر تدشن النسخة الرابعة من معرض الإقامة الفنية. التفكير الإبداعي والعلم في صيف النادي العلمي. أنشطة مبتكرة للأطفال ضمن فعاليات الصيف. وفي البداية نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ عبد الله الحداد، كبير المتنبئين الجويين في إدارة الأرصاد الجوية. صبحك الله بالخير أستاذ. يا هلا، صبحكم الله بالخير، وصباح الخير لك أختي خلود، وصباح الخير لجميع من يشاهدنا ويتابعنا عبر هذا البرنامج. يا هلا مرحبا فيك، لو تقولنا شلون راح يكون الطقس لليوم بإذن الله. نعم، طبعا اليوم امتداد للطقس للأيام السابقة، يعني التحذير الجوي البحري بالنسبة لمرتادي البحر، وكذلك على الساحل، يعني الرياح ما زالت نشطة قوية داخل البحر. الآن بعض المحطات تسجل 22 و 25 عقدة، يعني في مستوى التحذير الجوي. أنا أعتقد أنه التحذير البحري راح يستمر معنا لين يوم الخميس، يعني اللي حاب يدخل البحر الأيام هذه أنا أعتقد أنه يأجل دخوله للبحر لغاية يوم الخميس القادم. من بعد المساء تدريجيا الرياح هذه يعني راح تنزل كثير، يعني راح تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة نشطة أحيانا. قرب السواحل طبعا في 20 عقدة وفي 22 عقدة، داخل البحر في تقريبا لغاية 25 عقدة. الأيام هذه أيام بوارح، الأولية يسمونها بوارح، يعني دخول الرياح الشمالية الغربية بهالصورة هذه القوية نوعا ما يسمونها بوارح، وفترة رياح البوارح راح تستمر معانا تقريبا لهذا الأسبوع. الأسبوع القادم، الفترة القادمة هذه يعني من بعد الخميس راح نشهد تغير كبير في اتجاهات الرياح، الرياح راح تروح للشرقية أكثر، راح يعني تنتهي رياح البوارح ونبتدي في دخول رياح الكوس، رياح الشرقية الجنوبية الشرقية المرتفعة في الرطوبة. يمكن الأيام اللي فاتت وإلى غاية اليوم يمكن ما نشعر إحنا بنسبة رطوبة عالية، الجو ما زال جيد، يعني حتى درجات الحرارة يمكن خلود تلاحظين إنها الأيام درجات الحرارة بدأت تنخفض وتنخفض كثير، وشعورنا الحراري بدينا نحس كأن الجو يعني ما يلل الاعتدال أكثر. إيه مقبول يعني كثير، يعني يمكن أول أسبوع في الشهر أول 10 أيام لاحظنا 47 و48 درجة مئوية. الأيام هاي تدرين إحنا قاعدين نسجل 41 و42، يعني أمس 43، واليوم كذلك متوقعين 43، ففي انخفاض كبير في درجات الحرارة وفي اعتدال، يعني حتى حرارة الأرض حرارة الماء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ. هذه تكون موجة انخفاض مؤقتة، لكن احنا متوقعين الأيام القادمة يعني تقريبا ما بين يوم الأحد نقول لغاية يوم الأربعاء في ارتفاع، يعني في ارتفاع في عودة للارتفاع في درجات الحرارة. الفترة هذه خاصة يعني من نص سبعة لغاية تقريبا 25/7 يسمونها الأولين جمرة القيض، يعني إذا في حرارة عالية راح تسجل في هاي الفترة، ممكن تكون يعني ترجع مرة ثانية درجات الحرارة للارتفاع وتصل إلى 46 و48 هذه الفترة، يعني ما بين 15 إلى 25 من هذا الشهر. بشكل عام الجو راح يميل للرطوبة أكثر خاصة الأسبوع القادم، الإحساس الحراري بالنسبة للحرارة والجو الرطب والارتفاع بالنسبة للإحساس الحراري راح يكون من مع تقريبا من يوم الجمعة والفترة القادمة شهر 7 نص 7 ولغاية شهر حتى لغاية النص الأول من شهر 9 من الأشهر نقول عنها الرطبة، خاصة مع دخول الرياح الشرقية، الرياح اللي هي محملة بكمية كبيرة من بخار الماء. بالنسبة لهذه الأيام مثل ما قلنا تحذير بالنسبة لمرتادي البحر، آخر يوم يوم الخميس من بعد ذلك إن شاء الله الجو راح يميل للاستقرار، تهدى الرياح كثير، ترتفع الرطوبة، درجات الحرارة تذبذب بين انخفاض وبين ارتفاع، هذا ما نعلم والله أعلم.
شكرا استاذ عبد الله الحداد على هذه المعلومات، وان شاء الله باكر بعد راح ناخذ معاكم الجديد مع الاجواء ومن علوم الجو. مشاهدينا الى جولتنا المعتاده بين صحفنا المحليه الصادره لليوم والزميله فوزيه عامر. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق وفيها مع الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشهد تجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي على طريق الخور، ووزير المواصلات يؤكد على أن 25% من وسائل النقل صديقة للبيئة قبل 2022. وفي الشرق الاقتصادي أيضاً، نقلت الصحيفة عن مجلة ميد الاقتصادية أن قطر تهيمن على العقود الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مايو، وأنها أبرمت صفقات بقيمة 4.3 مليار دولار تصدرتها صفقة أم الحول. كما رصدت الشرق عدداً من الصحف العالمية التي أبرزت افتتاح القاعدة البحرية في قطر، والتي أكدت على أن قاعدة الضعاين نقلة نوعية لأمن الخليج. وننتقل إلى صحيفة الراية وجاء فيها المقدم عبد العزيز المهندي مساعد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود كشف النقاب عن قرب افتتاح مركزين جديدين لأمن السواحل برأس مطبخ وشويمسة. وفي خبر آخر، البلدية تدشن مهرجان الرطب المحلي الرابع في السوق واقف الثلاثاء المقبل، والمبيعات في السوق العماني تشهد انتعاشا كبيرا. وفي خبر طبي، كشفت الدكتورة بدرية المالكي عن خطة لتطوير خدمة الرعاية المنزلية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمئات المراجعين ضمن خطة التوسع بالرعاية الأولية. إلى صحيفة العرب وفيها المرور تدشن خدمتين جديدتين للجمهور للاعتراض على المخالفات والإبلاغ عنها عبر مطرش. وفي الخبر الثاني، 21 يوليو اختبارات الدور الثاني بالمدارس، ووزارة التعليم تدعو أولياء الأمور إلى مراجعة المراكز المعنية. وفي العربي أيضاً، جامعة حمد بن خليفة تنظم مؤتمراً عالمياً بمشاركة 400 باحث حول البيئة المستدامة في المناخات الصحراوية. ونتابع جولة عناوين الصحف من صحيفة الوطن وفيها مدير مركز روضة الخيل الصحي الدكتور عبد الله عبد الرحمن النعمة يعلن عن قرب إنشاء عيادات متخصصة تعمل 24 ساعة في المراكز الصحية. وفي الخبر الثاني، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تنشر التصنيف الخاص بمكاتب الاستقدام. وفي الوطن، محامو قطر يطلقون برنامج محامي المستقبل لتشجيع طلبة الثانوية على الانضمام للمهنة. ونختتم جولتنا مع صحيفة لوسيل وفيها السفير الفرنسي يؤكد أن باريس تتعاون مع قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد، وأنه سيتم توقيع 7 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء. وفي الخبر الثاني، حمد الطبية تنظم حملة توعوية للكشف عن سرطان الكبد، وتعلن عن وجود 53 إصابة في قطر. وفي الشأن الاقتصادي، 2.6 مليار ريال حجم التمويلات بسوق السيارات. ومن أخبار جرائدنا لليوم ننتقل معكم مباشرة إلى النادي العلمي القطري لنتعرف على فعاليات المخيم الصيفي من هناك، والزميل غانم المعاضيد. صباح خير يا غانم. نعم، الله يصبحك بالنور والسرور اختي خلود. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، ارحب فيكم من النادي العلمي القطري في تغطيه قناه الريان للمخيم الصيفي في النادي العلمي القطري. استمتوا، طبعا تعودنا دائما من النادي العلمي القطري انه دائما ما ينظم العديد من البرامج خصوصا في فتره الصيف لاستغلال اوقات طلاب المدارس البنين والبنات في الانشطه المفيده، الانشطه
اللي تغذي عقولهم وأيضا تكسبهم معارف في شتى المجالات العلمية. لتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن النشاط الصيفي أو المخيم الصيفي استمتوا في النادي العلمي القطري، يسعدني استضافة في هذه الفقرة ضيفي السيد صالح محمد العبد الله متطوع في النادي العلمي القطري. يا هلا ومرحبا بك على شاشة قناة الريان. يا أهلا ومرحبا. احنا في البداية بناخذ فكرة عامة عن المخيم الصيفي اللي يتم تنظيمه الآن. المخيم الصيفي هو عبارة عن شهر ونص. هالشهر ونص مقسم على ثلاث فترات أو ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي عبارة عن 120 طالب، هالمجموعة بيكون عندها أسبوعين. الأسبوع الأول هو عبارة عن حصص نظرية على أساس أنه بيطبقون في الأسبوع الثاني مشروع عندهم. الحصص النظرية هي بتكون أساسيات الرسم الثلاثي الأبعادي، أساسيات التوصيل الكهربائي واللحام، وثالث شيء اللي هو أساسيات الأردوينو والبرمجة. عقب ما يخلصون هالأسبوع إن شاء الله الأسبوع الثاني بيبدون بمشاريعهم في ثلاث مشاريع. هالمشاريع تتوزع على الفئات العمرية. المشروع الأول بيكون اللي هو بيت الحمام، والمشروع الثاني اللي أبجورة الذكية والساعة الذكية. على الأساسيات اللي تعلموها في الأسبوع الأول إن شاء الله بيبدون بيركبون هالمشاريع في الأسبوع الثاني، وبنهاية الأسبوع الثاني إن شاء الله بيكون كل واحد ماخذ مشروعه وراجع في البيت ومستانس إن شاء الله. نتمنى لهم طبعا جميعا التوفيق. الفئة المستهدفة اللي يستهدفها المخيم الصيفي؟ المخيم الصيفي والله يستهدف اللي هو من 5 لين 16 من الفئات العمرية. هالفئات العمرية مقسمة على ثلاث أقسام عشان تعرف ما شاء الله الأطفال كل واحد ياخذ حقه، اللي هو من 5 لين 7، وبعدين من 8 لين 10، ومن 11 لين 14. طبعا هي للبنين والبنات؟ اي للبنين والبنات. واهدافكم، اهداف المخيم الصيفي؟ اهداف المخيم الصيفي انت تعرف الحين ما شاء الله الدنيا قاعده تتطور، والطابعات الثلاثيه الابعاد وطابعات السي ان سي وحتى الرسم الثلاثي هاي متطلب ما شاء الله في كل المجالات. فنعرف على الطلبه على الموضوع هذه، وان شاء الله بكره لما يشتغلون او يروحون يتخصصون يعرفون هل يختارون هالمجال هل انعجبوا فيه ولا لا. الله يعطيكم ألف عافية. طبعا احنا نثمن هذه الجهود في قناة ريان وندرك أن هذه الجهود هي جهود عميقة وجهود جبارة. أنا سأذنك أن يأخذ جولة أنا وكاميرا قناة ريان ونعكس طبعا أجواء التدريب وأجواء التعليم من خلال من نفس قاعات التدريب، ونشوف وأيضا يعني نطلع المشاهد على هذه التدريبات. حياك الله. الله يحييك. طبعا مشاهدينا الكرام في المخيم الصيفي في النادي العلمي القطري في العديد من الأقسام، العديد من القاعات، في مقدمتها طبعا قاعة التجميع اللي احنا نقف على أبوابها. هذه القاعة اللي يقومون فيها طبعا الطلاب المتطوعين أو الطلاب المتدربين في هذا النشاط بالتدريب على أكثر من نشاط، التجميع أيضا وتجميع بعض المواد المتعلقة بإعادة التدوير. نبي ناخذ احنا طبعا فكرة عامة عن هذه الأمور، ما هي الأمور اللي يقومون في تجميعها، ما هي التقنيات المستخدمة، وأيضا ما هي أنواع الكهرباء اللي يستخدمونها في هذا التجميع. طبعا راح نشوف وراح نطلع على الأعمال اللي يقومون فيها من خلال النقل المباشر. نبدأ من اليمين. يا هلا ومرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك، احنا دخلنا عليك على غفلة، نبي نتعرف على اسمك. جاسم عبد الرحمن العبيدان. يا مرحبا بك يا جاسم. جاسم، شو تسوي هني في النادي العلمي القطري، وش اللي انت قاعد تسويه الحين على الطاولة؟ الحين احنا قاعد نصنع بيت راح نشغله على الطاقة الشمسية. راح نركب فيه مراوح. حلو. المراوح راح نشغلها على الطاقة الشمسية، وفي بطارية تشحن عن طريق الطاقة الشمسية. حلو. يعني كل أنواع الطاقة وأنواع الكهرباء هي يتم تشغيلها من خلال الطاقة الشمسية. اي نعم، استغلال الطاقة الشمسية عشان نشغل المراوح وتبريد المنزل. حلو. مثل هذه التقنيات، مثل هذه الأمور العلمية، ايش بتقدم لك يا جاسم؟ يعني تركب لي، راح تقدم لي مستقبل احسن ان شاء الله، وراح اكون راح تكون عندي معرفه اكثر في هذه الالكترونيات. يعني عقب حاب تكمل في مجال الالكترونيات بعد ما اخذت فكره عامه؟ اي نعم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يا جاسم. وطبعا مشاهدينا الكرام، مثل هذه الامور هي تساهم في اعطاء فكره عامه واعطاء ايضا الخطوه الاولى للطلاب لاكتشاف العديد من جوانب الحياه الاكاديميه والعلميه. يا هلا ومرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا بك، عرفني باسمك. علي حسين. يا مرحبا بك علي، كلمني عن نشاطك هنا في النادي العلمي القطري. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ثالث يوم لنا في النادي. بدأنا بالورشة اللي نركب فيها الجزئيات الإلكترونية، وشلون تشغل ليتات على الدار الكهربائية، وشلون ليت LED يشتغل عندك. وبعد تعلمنا برمجة قطع الأجهزة الإلكترونية والحق مثلا الطاقة الشمسية، شلون تبرمجها عشان الشيء يشتغل وشلون توفر الطاقة.
ومن أمس بلشنا في المشروع اللي هو بيت العصافير. لو تشله لي بس مع الكاميرا عشان نشوفه على الشاشة. حلو بيت العصافير. بنركب فيه إن شاء الله مروحة تشتغل بالطاقة الشمسية عشان حق العصافير إن شاء الله بالطاقة الشمسية في الليل يكونوا مرتاحين إن شاء الله في البيت. يعني نقدر نقول هي بيت للعصافير مثلا فيه أكل وماي وفي نفس الوقت مثل العش. إيه تقريبا عشان تحطه آمن لهم إن شاء الله مع الحر تعرفني في الدوحة إن شاء الله يحصل لهم. نخلص إن شاء الله خلال أسبوع نرجع البيت معانا. الله يعطيك العافية. يعني بتأخذها بعد ما بعد ما تخلص إن شاء الله قبل أسبوع ونأخذها معانا. الله يعطيكم العافية. احنا نتمنى لك التوفيق. اكيد بتكمل في هالمجال في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله عشان نخدم بلادنا قطر تستاهل كل الخير منا. اكيد الله يعطيك العافية. وطبعا انا اشكر هذه الهمة اللي فيك. واكيد قطر طبعا تنتظر الافضل من ابنائها وتستحق ايضا الافضل من ابنائها. الله يعطيك العافية. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وياك إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي في النادي العلمي لقطري. هذه هي طبعا الأنشطة الصيفية. هذه هي المجالات العلمية اللي النادي العلمي لقطري من خلال هذه الفترة اللي هي الفترة الصيفية يسعى طبعا إلى تغذيتها في عقول طلاب المدارس. يتم استغلال طبعا العطلة الصيفية في أمور أكاديمية أمور علمية وأيضا في إعطاء فكرة للطلاب ليكملوا في هذه المجالات العلمية في المستقبل لخدمة طبعا دولتنا الحبيبة دولة قطر وتقديم أيضا كل الخدمات لهذه الدولة واكتشاف الجوانب العلمية لتقديم الأفضل لهذه الدولة الجميلة. إذن هذا اللي عندي يا خلود. ننتقل الآن إلى خلود في استديو عبد الوهاب المطوع. خلود الكلمة عندك. شكرا غانم. نشكر ضيوفك. فعلا شيء يفرح أن شباب عندهم هذا الفكر في هذا العمر ومستغلين إجازاتهم الصيفية بالطريقة الصحيحة. فاصل نستكمل معاكم باقي فقراتنا. لا تروحون بعيد. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. ومن أخبارنا اليوم وتحت رعاية سعادة الشيخ المياس بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر دشنت متاحف قطر النسخة الرابعة من المعرض السنوي لبرنامج الإقامة الفنية وذلك تحت شعار أبعاد لا متناهية بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أبعاد لا متناهية للفن الحديث يستكشفها زائر مطافه. فقد افتتحت النسخة الرابعة من المعرض السنوي لبرنامج الإقامة الفنية الذي يتمحور حول واحد من أكثر المواضيع الفنية إشكالية هي مسألة المفاهيمية أو ماهية العمل الفنية. ويضم المعرض أعمالاً فنية تختلف في المنهجيات الفكرية التي تعبر عنها. هي ثمرة عملية ديناميكية امتدت مدة 9 أشهر من العمل في مطافئ مقر الفنانين. الإقامة الفنية كانت عبارة عن برنامج 9 شهور حال يعني تجربة الجامعة تبدأ من شهر 9 إلى شهر 6. فالواحد يكون عنده الفرصة أنه ينتج الأعمال في الطريقة اللي هو يبيها
وعلى حسب الموضوع اللي يعني كل سنة يكون لنا يعني موضوع معين. السنة هذه كانت الثيم conceptual art. conceptual art هذه عبارة عن الفن يعني لها أكثر من معنى لأكثر من شخص. اسم العمل الفني الهيكل القديم. واحد من أهداف المشروع هو أن أسوي شيء جديد ومختلف، وأحاول أخذ أعمال الفنية لمستوى مختلف وثاني عن اللي أنا العادة أسوي. الفكرة الاستيحاء من العمل الفني هو الزخارف والرسومات والنصوص القديمة، وحاولت أدمجها مع أسلوب الرسم الخاص بي مع المحافظة على لمستي الخاصة، وتميت أكرر الخطوط بشكل يغطي الهيكل أو المبنى من الداخل ومن الخارج. اللونين اللي أنا مستخدمهم هو الأسود والأحمر. الأسود بطبيعته من النوع الخافت ويبرز اللون الأحمر، واللون الأحمر من النوع يبرز حركة الخطوط اللي موجودة في الزخرفة اللي في العمل من الأساس. معرض أبعاد متناهية مفتوح أمام الجمهور حتى الأول من سبتمبر، خلاله سيتلمس عشاق الفن إبداعات تمتاز بكونها تمنح المتلقي مساحة ليبني مفهومه الخاص عن العمل الفني ويؤوله كما يرى. وإلى الأنشطة الصيفية، ويتميز نشاط الصيفي هذا العام بوجود العديد من الفعاليات والأنشطة المنوعة. بنتعرف على الأنشطة والفعاليات الخاصة بمكتبة الخنساء العامة التابعة لوزارة الثقافة والرياضة مع الأستاذة نورة خليفة المناعي مديرة مكتبة الخنساء العامة. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور. يا هلا مرحبا فيك ونورتينا في هذا الصباح. لو تعطينا فكرة عامة، مع أن من ما يعرف مكتبة الخنساء، بس بعد لو تعطينا فكرة عامة عن مكتبة الخنساء. مكتبة الخنساء هي أحد أفرع دار الكتب القطرية، الفرع الثالث يعتبر. أنشئت سنة ألف و... أو تم الافتتاح سنة 1981. كانت تحتوي على عدد قليل من الكتب، إلى أن وصل العدد فوق 56 ألف تقريبا كتاب باللغة العربية و7000 باللغة الإنجليزية. ما شاء الله. وين مكانكم أستاذ؟ إحنا في الدائرة الثالث موجودين حاليا مقابل جريدة الشرق. جميل. وتحتوي طبعا المكتبة على العديد من القاعات، فيها 12 قاعة. كل قاعة فيها عدد من الكتب اللي هي احنا ماشيين على تصنيف ديوي العشري للكتب. و جميل. عندنا قاعة للأطفال خاصة بالأطفال. حلو. والإنترنت والبرامج الترفيهية اللي على تنحط على البروجيكتر. جميل. خلينا نتكلم عن الفعاليات اللي يعني انتم منظمينها في فترة الصيف. مكتبة الخنساء حريصة على أن تشارك في جميع الفعاليات اللي موجودة في الدولة، وخاصة الحين في فترة الصيف معظم الناس يعني مسافرة تقريبا. ففي ناس موجودة حابة أنها يعني تجد أماكن للترفيه للأطفال. إحنا عاملين الحين مسابقات للأطفال وللكبار طبعا، في بعض المسابقات عائلية تعتبر عائلية. استعنا بمركز سيفن هيفن لتقديم الكتاب الفني. ورشة مثل ورشة العمل، هو يستنتجون الشخصية من الكتاب نفسه ويطلعون من المحتوى نفسه كيفية رسم غلاف الكتاب. جميل جميل جدا. أيوه. هذه الأعمار حق يعني هاي الأعمار مفتوحة طبعا، اللي من 7 سنوات لغاية 12-13 سنة. حلو. العمر مفتوح طبعا. وفي عندك بعد تعاوننا مع مركز كتاتيب، راح يعملون عندنا ورشة الراوي الصغير، يعني لتشجيع الطفل على رواية القصة أمام زملائه طبعا بدون خجل، بدون حلو يعني بتنمي بدون تردد مهارات يعني ثانية يوم يكبر إن شاء الله. جميل. وفي مسابقات اللي هي ابحث في المكتبة، عاملينها للكبار والصغار باللغتين العربية والإنجليزية، يستطيعون من خلالها سحب عنوان الكتاب وبحث عنه في الرف. وعاملين عليه بعد جوائز تشجيعية علشان يعني نشجع الناس تأتي المكتبة إن شاء الله. ويعني الأجمل في يعني في هذا كله، يعني غير أن الموضوع ترفيهي، بعد موضوع ارتباط الترفيه بالكتب، وأن الجو عائلي. يعني ما راح تجي يعني مثلا أنا بروحي أو الياهال بروحهم، حتى الياهال يقدرون يجون معه. تشجيع حتى أولياء الأمور يجون يختارون حق أطفالهم القصص نفسها،
يعني يكونون تشوفونها هل هي تثقيفية هل هي يعني ترفيهية؟ لازم يكون ولي الأمر شوي مشرف على هالموضوع. وإن شاء الله إحنا في شهر يناير بيكون معرض الكتاب، معرض الدوحة الكتاب 30، بنحاول نسوي ندوة مع ذوي الاختصاص يبحثون مع الأطفال مع أولياء الأمور كيفية اختيار كتب الأطفال. صح. منها نشجعهم أن هم يترددون على المكتبات، ومنها يعني اللي راحوا المعرض ينتقون الكتب اللي تناسب عمر الطفل. صحيح، جميل. طيب استاذتي شلون طريقة مثلاً، هل هو اشتراك معين يكلمونكم قبلها، لازم نعرف مثلاً متى تفتحون في المسابقات الصدية ولا بالضبط حق المسابقات للفعاليات اللي انتم منظمينها؟ احنا والله حطينا اعلانات الحين في وسائل التواصل الاجتماعي كلها تقريبا. في عندنا هم في ايام احنا قسمنا عمل النشاط على فترتين، في فترات مسائية في فترات صباحية بتكون. حلو. يعني الفترات المسائية عندك امس كانت واليوم وان شاء الله تاريخ 20، باقي الفعاليات راح تكون صباحية إن شاء الله. جميل. إذا حابين مثلا على السوشيال ميديا يكتبون مثلا مكتبة الخنساء راح تطلع لهم التفاصيل؟ والله ما راح تطلع لهم تفاصيل، يعني موقع المكتبة ورقم التليفون للتواصل معنا. جميل إن شاء الله. طيب بشكل عام يعني يمكن نفس ما قلتي الحين فترة صيف والعالم يمكن مسافرة وشي، بس شلون تشوفين حضرتك بشكل عام الارتباط الأشخاص بالكتب؟ هل ما زال موجود؟ هل في إقبال أكثر؟ هل الوعي هذا يعني مو بس موضوع الأبحاث، حتى يمكن الشغف بالكتب هل ما زال موجود؟ شوفي للأمانة يعني الحين حاليا يعني الناس شوي قلت التردد على المكتبة، يمكن عشان مكتبة قطر الوطنية يمكن لا، وبعد الوسائل الحين الانترنت والبحث عن الكتاب في الانترنت شوي يمكن شوي قلل من دور المكتبة. بس طبعا راح يرجع دورها بقوة من خلال المدارس، من خلال البحث العلمي، من خلال أولياء الأمور تشجيعهم على القراءة. يعني ممكن احنا نبتدي الخطوة من البيت وننتهي فيها إلى وسائل التعليم كلها. جميل. طيب على صعيد المدارس، هل مثلا على يعني مدار العام لكم أي تواصل مع المدارس ينظمون مثلا رحلات معينة للمكتبة؟ احنا والله احنا نعمل إحصائية للموضوع هذه. احنا سنويا ما لا يقل عن 11 مدرسة تجينا سنويا، يعني في كل رحلة مدرسية تجينا يمكن تقريبا 75 طفل. جميل. يعني وجميع المراحل، يعني مش مقتصر على مرحلة معينة. جميع المراحل تكون متردد علينا، وطبعا بوقت يعني يعطونا جدول الزيارات والنسق معاهم احنا على اساس ما يتعارض مع كذا مدرسة في نفس اليوم. جميل. كل التوفيق لكم استاذة نورة خليفة المناعي، مديرة مكتبة الخنساء العامة. شكرا على يعني هذا الكلام الطيب، على زيارتك لنا. شكرا جزيلا. حبيبتي اشكركم. كل التوفيق. اشكري ما قصرتي، جزاكم الله. كل التوفيق باذن الله. ومشاهدينا فاصل ومن بعد نتابع معاكم ما تبقى من فقرات صباح صباح، لا تروحون بعيد. مرحبا فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وتتواصل فعاليات وأنشطة مركز أدب الطفل الصيفية، والتي تتضمن العديد من البرامج والرحلات الاستكشافية المخصصة للأطفال. معنا أسماء الكواري مديرة مركز أدب الطفل، راح تكلمنا عن آخر استكشافاتهم. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا مرحبا حبيبتي خلود. أنتم ما شاء الله أصلاً أوريدي يعني بديتوا الفعاليات، فخلنا نرجع أول شيء، إيش الفعاليات اللي أنتم منظمينها كنتوا ووين وصلتوا فيها؟ احنا تركيزنا في هذا الصيف على ثلاث برامج اساسيه،
مثل ما قلنا قبل استشراف المستقبل، البرنامج الثاني مهارات وحكايات، البرنامج الثالث بناء الفشوت الصغيرة. شكلكم وصلت الثالث. وصلنا الثالث. طيب خلينا نتكلم مرة ثانية عن الأول. الاستشراف هو الفكرة فيه أن نعطي فرصة لأطفالنا يتخيلون المستقبل شلون راح تكون قطر بعد 40 سنة. هذه الفكرة يعني هي جاتنا أنه إحنا لابد أن إحنا نكون يعني نجاري المستقبل ونكون إحنا فاعلين من المستقبل، ونبدأ بأطفالنا مش نبدأ بنفسنا. إحنا جزء من يعني إحنا خلينا نقول داخلين على أمر أكبر، ولكن هم اللي بإيدهم المستقبل مختلفة. فتكون النظرة مختلفة، ويكون حتى التعامل مع المستقبل بطريقة ابتكارية أكثر. أستاذة أسماء، يمكن سألتك هالسؤال قبل بس كان يعني للحين الموضوع فكرة، فالحين أنتوا شفتوا هالفكرة وطبقت على أرض الواقع شلون كانت؟ خلود، يعني الحمد لله احنا نقول يعني دائما مركز أدب الطفل يكون حريص أن تكون برامج نوعية، برامج تكون فيها ابتكارية وفيها تجديد. لما أنت تشتغل في برامج وتكون النتائج حلوة أنت تستمتع وتكون سعيد بهذه البرامج. يعني أنت أول ما ندخل في البرنامج وبفكرة جديدة أنت يكون في تخوف، لكن لما توصل إلى النتيجة أنت تشعر هنا جدا بالسعادة وتكون فخور بما أنتجت. إحنا لما نقول عيالنا يفكرون في المستقبل، إذن هم يكونون حريصين على قطر، هم يكونون يعني يبون الأفضل حق بلادهم. تخرج بكلمات، تخرج بصور، تخرج بقصص، فبعضهم عملوا لنا سيناريو شلون راح يكون المستقبل، بعضهم رسموا لنا شلون راح يكون المستقبل. هذه الأمور على بساطتها ولكنها عميقة جدا وفيها ابتكارية كبيرة صراحة. لحين كانت قاعدين تدرسون المواضيع وتحللونها وكذي؟ احنا الحين في النسخة الثانية من استشراف المستقبل، احنا نوصل معاهم باليوم الرابع ان هو الحين يبتكر لنا شلون راح تكون قطر في 2060. فأهم اول شيء طبعا شلون ما صورنا معاكم استاذة، شلون ما شفنا هالاشياء؟ يعني بنتعبكم برامجنا وايد تستحق التصوير، كل يوم نقول لكم تعالوا لنا. لا ضروري هالشغلات يعني ما تتطوف، يعني حركة فعلا ما نتكلم بس عنها نشوفها. صحيح صحيح، ان شاء الله الجاي ان شاء الله باذن الله. البرنامج الثاني شلون كان؟ البرنامج الثاني اللي هو بناء الفشوت، يعني عشان اكون صادقه معك خلود انا ذاك اليوم ما نمت وانا سعيده. لانك تروحين معاهم. يعني قاعد نقول احنا سبحان الله هو فشت وصغير وبناء وصغير وانت تنزله بالبحر، لكن انت شنو قدمت للبيئه؟ انت احساسك بالفخر، انت شو قاعد مو فقط للبيئه القطريه، احنا نقول لهم انتم قاعدين تساعدون الاكسجين بالعالم، انتم قاعدين تساعدون الثروه السمكيه بالعالم. فانت تتكلم عن احساس الطفل، احساس كبير، وتاصل فيه ان انت تقدم خدمه كبيره مش فقط لقطر ولكن للعالم كله. لانه يعني يمكن حب قطر ما حد يختلف عليه، بس انت تحبها شلون؟ صح. انت ايش قاعد تقدم لها؟ وش قاعد تقدم ويعني لها؟ في هالعمر ايش قد هالاشياء بتتم عندهم بيتاثرون فيها وبيأثرون حتى اللي حولهم فيها. اكيد، وهو قاعد ينظر الى نفسه انه هو انسان فاعل على صغر هذا العمر، لكن هو انسان قاعد يقدم لوطنه. هو ما جالس ينتظر انه يوصل ال20 ولا يوصل ل30 حتى يكون هو يدخل في مجال العمل ويقدم لبلاده، لا، هو من هذا العمر هو قاعد يقدم لوطنه. جميل. تقريبا خلصتوا هاي ثالث برنامج صح استاذه؟ لا، احنا الحين يعني احنا عندنا اصلا مثلا استشراف المستقبل هو نسختين، النسخه الاولى والنسخه الثانيه. النسخه الثانيه صارت فل بعد؟ ايوه. بناء الفشوت راح يكون الاسبوع الجاي، النسخه الاولى تم تنفيذها، الاسبوع الجاي احنا في بناء الفشوت. هي اصلا اسم مسماها يعني الفشوت الصناعيه، بس احنا لان يعني عشان تكون مقاربه للطفل فسميناها بناء الفشوت الصغيره. هي فكره يعني كبناء الفشوت احنا صراحه كنا بادين فيها كفكره برنامج أن إحنا نخلق طفل وعي ثقافياً وبيئياً، يكون فاعل في بيئة مستدامة. فإحنا فكرنا في أكثر من برنامج، لكن أن إحنا نشتغل فقط في الجانب النظري وهذه بيئتنا وهذا وهذه أنواع أسماكنا ما راح تكفي. إذن أنت لابد أنك تشتغل في الجانب التطبيقي، ولا مو وصلنا بس جانب تطبيقي، جانب تطبيقي ووصف البحر ونزل الفشوت. فكان صراحة جدا جدا يعني أتوقع الجهات اللي أنتوا متعاونين معها تستحق فعلا الذكر، لو نرجع نذكر فيهم. يعني ويعني
انا من هني اشكرهم. صحيح، احنا يعني طبعا تعاوننا مع الاستاذ محمد الجيده، هو خبير بيئي، بالاضافه الى شركه ريفتاك. ريفتاك هي الشركه يعني نقول شركه البشوط الصناعيه الوحيده في قطر. طبعا هذه الشركه يعني يمكن انا يمكن ما لي الحق اني اتكلم باسم غيري، ولكن هذه الشركه راح تكون لها ايضا بصمه أنها هي راح تبني اكبر فشت في العالم، وراح يحمل كاس العالم في 2022. جميل، اتوقع هذا خبر حصري. طبعا هذه الفكره راح تكون يعني مجال سياحي في اعماق البحار القطريه، عشان العالم شلون تروح تزوره تشوفه. ايوه الغواصين ان شاء الله هم بادين يعني بلشوا في الموضوع، ولكن ان شاء الله راح يكون منجز ان شاء الله. نقدر ناخذ معاهم يعني اللقاء على اساس نتكلم معاهم اكثر على الموضوع. اكيد. طيب ايش قد مهم بشكل عام؟ يمكن يعني حلقتنا اليوم شفنا فيها النادي العلمي، شفنا فيها فعاليات مكتبه الخنساء، انتم مركز ادب الطفل، مع ان يعني اختصاصكم كتب اكثر، بس للامانه دائما نشوف فعالياتكم يعني خلينا نقول الى حد ما بعيده عن الكتب، بس الفكره دائما هي نفسها، انكم توعون خلينا نقول الاطفال. ايش قد مهم بشكل عام الصيف فعلا يعني نستغله بطريقه صحيحه؟ خلود شفتي انت ايش قلتي، احنا بعاد على الكتب، بس احنا الكتاب جزء أساسي من الحياة. شلون أنا هذا الفشت شلون أخلي من هذا الطفل يكون كاتب؟ كل طفل بعد ما بنى فشته وبعد قلنا له يلا تخيل قصتك إيش راح يصير في فشتك. هذه ما قلتي لنا إياها قبل. ما هو الكلام إحنا أنا دائما أفكر أنت يعني إيش علاقة الكتب في الموضوع؟ وين الكتب في الموضوع؟ والحين إحنا قصصهم يعني إحنا كل برنامج نعمل فيه مخرجات. ايوه، من مخرجات البرنامج ان هم الفوا لنا قصص عن فشوتهم شلون راح تكون في المستقبل. فاللي تخيل الهامور احتله، واللي تخيل ان هو راح زار فشته فلقى ان هو مستعمره من الاسماك، كل واحد تخيل بالطريقه، واللي تخيل انه صار في كنز، كل واحد تخيل بالطريقه اللي هو. انت هنا تشجع الكتابه، تشجع على التعبير، تشجع على التخيل. كل هذا في برنامج احنا نقول هو برنامج بحري وهو بناء، ولكن انت اشتغلت فيه ايضا من الجانب الادبي وشلون انت تستثمره في هذه الناحيه. جميل. استشراف المستقبل عملوا سيناريو كامل شلون راح تكون الدوحه. شنو اكثر الاشياء اللي يعني وقفتي عندها من افكار الاطفال؟ احنا نحاول دائما ان الفكره تصير الفكره الثانيه، فلما انت تتخيلين الطفل بدا في سيناريو انه هو راح يستيقظ من النوم، الماي بالتمبريتشر راح يكون متناسب مع، لانه هو راح يتوضا فراح يكون متناسب مع درجه حراره جسمه، يعني اعطونا افكار. انت تخيلي هو الحين بادي من اول يومه الى اخر يومه شلون راح يعيش هذا اليوم في 2060، فعطونا سيناريوهات رائعة. الدوام هو مو محتاج لا يعمل بصمة ولا محتاج رأي راح يعمل. الحين مزعلت البصمة. أي فهم خلاص، بما أني أنا متوجه إلى الدوام إذا سجل الدوام حضوري. حلو. عطونا أفكار. هاي نبيهم يستأيرون شوي فيها. عطونا أفكار حلوة، عطونا وايد أفكار حلوة. الجميل أن أنت لما تجيك الفكرة الغريبة انت تبدا تحتفل فيها، وان انت بالفعل تحسس ان انت قدمت فكره، هذه لا تستهين فيها، لا تقول لا هي غريبه وما لا يمكن تتحقق، لا في مجال كبير ان هي تتحقق في المستقبل باذن الله. يعني بعد في النهايه ايش قد مهم حق اولياء الامور لا تخلون عيالكم قاعدين في البيت. أكيد. حتى لو بتسافرون عندكم اسبوع خلوهم يشاركون في شيء. قطر في هذا الصيف انا صرت اجد البرامج الصيفيه رائعه ومتنوعه فعلا، فالكل يكون حريص انه هو يستثمر هذا الوقت باذن الله. كل الشكر لك استاذه اسماء. ضروري الحين دام ان عندكم جزء ثاني ضروري تكلمونا، خلينا نصور معاكم هالحديث، اكيد خلينا نشوفه فعلا، نصور معاكم تقارير، نشوف الاطفال. كل التوفيق لكم استاذه اسماء. ومشاهدينا ننتقل معاكم الى متاحف مشيرب، وضمن خطه مشيرب قلب الدوحه تم تحويل 4 بيوت تراثيه الى متاحف اثريه بمقتنياتها النفيسه. تاريخ يحكي عراقة سنوات مضت من عمر تلك المنطقة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تاريخ 4 بيوت تراثية تم ترميمها في الحي التراثي ضمن مشروع مشارب قلب الدوحة لمشارب العقارية. طبعاً فكرة بناء المتاحف مشارب جاءت من ضمن الخطة الرئيسية لمشارب قلب الدوحة، وطبعاً بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر جاءت فكرة الحفاظ على بعض البيوت التراثية من ضمنها 4 بيوت التراثية اللي تم تحويلها إلى متاحف. المقتنيات تم الحصول عليها من الناس اللي كانوا عايشين في هالمنطقة، تواصلنا معهم كثيراً وقد استطعنا أن نحصل على مجموعة من الصور، مجموعة من المقتنيات اللي كانت تخص الناس اللي كانوا عايشين في هذه البيوت. بالجلمود لأنه صعب الحصول على مقتنيات خاصة، فتم التركيز على الصور الفوتوغرافية اللي استطعنا أن نحصل عليها من معاهد وجامعات ومؤسسات تاريخية مرموقة، كل مكتبة البريطانية، مؤسسات كثيرة حول العالم ساهمت كثير في أنهم يعطونا مصادر استطعنا أن نرجع لها لنقل الحكاية. نظرنا إلى بيت الرضواني، نرى هنا يعني في بيت الرضواني تم عملية البحث عن الآثار اللي كانت موجودة في المنزل القطري قبل طرأ أي تعديلات عليه، فتم العمل مع فريق متخصص من جامعة UCL اللي عملوا بعملية حفر المقتنيات ووجدوا بعض المقتنيات اللي كانت تخص أهالي المنطقة اللي كانت موجودة. طبعا من اهم ايضا المقتنيات اللي كان حصلنا عليها في بيت الشركه هي اول مورد كهربائي موجود في بيت الشركه اللي تم جلبه عن طريق العمال او الموظفين الاجانب والانجليز اللي عملوا في منطقه مشارب، فهذا اول مولد كهربائي دخل دوله قطر. بيت محمد بن جاسم هو البيت اللي يحظى بأكثر كمية من المقتنيات، وهالمقتنيات تم الحفاظ عليها أثناء عملية ترميم المدينة مشارب، فقبل عملية الهدم أو قبل عملية أي إنشاءات قام فريق متخصص من مشارب العقارية في جمع المقتنيات اللي كانت موجودة في المحلات، في البيوت، في البنوك، في الصيدليات، وتم الحفاظ عليها. أكيد مع دورنا راح يكون مهم بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة ومتاحف قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن نخلق هذه البيئة التعليمية الثقافية التي تعني كثير المهتمين في مجال الثقافة وأيضا في مجال السياحة للتعرف
عن قرب عن تاريخ هذا البلد الجميل. وبشذي نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد. لأي استفسار أو اقتراح تقدروا تتواصلون معنا عبر المواقع الظاهرة أسفل الشاشة، وفي أمان الله.